وفي ندوة إعلامية في الرباط هذا اليوم قدمت رابطة أورو ميد نيوز عددا من المعطيات الخاصة بالتبادل الإخباري بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الضفة الجنوبية للمتوسط. محمد ميمي عبد العلي عياد ومصطفى الأصفر. تأتي هذه الندوة الصحفية لإطلاع مختلف وسائل الإعلام على مدى أهمية إنتاج وتبادل البرامج في دعم التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول الجوار في الضفة الجنوبية من البحر الأبيض المتوسط. الخصائص الأساسية لمشروع أوروميد نيوز كونه يجمع بين التلفزيون الفرنسي كفاعل أساسي ووسائل إعلامية عمومية وطنية بجنوب المتوسط. ويرتكز العنصر الأساسي لتواجد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة في هذا الفضاء الإعلامي الأورو متوسطي على الحرص على الحفاظ على العلاقة المتميزة بين الضفتين. الهدف من تواجد الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة إلى جانب تلفزيونات الدول المعنية بهذا المشروع هو التعريف بمختلف الأوراش والمشاريع التنموية التي تعرفها بلادنا في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية. كما يعتمد مشروع أوروميد نيوز على استراتيجية لتشجيع التفكير حول تطور دور المرأة في مجتمعات البحر الأبيض المتوسط باعتبارها عنصرا فعالا في تحقيق التنمية المستدامة المنشودة. بالتعاون المغربي الأوروبي كذلك انعقدت اليوم في طنجة أشغال الملتقى الفرنكوفوني السادس لاستطلاعات الرأي، نظمته الجمعية الفرنسية للإحصاء.